بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السلام عليكم ورحمة الله. نكمل مع المجالات، فهم جيد للمجالات وكل ما يتعلق بها. أركز، فهم جيد للمجالات جميع الأسئلة المتعلقة بها. هيا ركز، ركز معايا مليح. هيا كفهم جيد للمجالات في التمهيد ونقولوا يا جماعه اكس اقل او يساوي 2. اي مجموعه الاعداد الحقيقيه اكس التي تحقق اكس اقل او تساوي 2. بمعنى هنا عبر على المتباينه هذه ولا المتراجعه هذه بمجال، مجال باش تعبر انت والامر يجيك ساهل خلاص. كبداية نبداو هكا، مستقيم العدد هذا جماعة بدايته ناقص ما نهايته زائد ما لا نهاية. هنا القيم جماعة، هنا إكس يأخذ القيم من 2 ويروح اليسار، هاو الصفر ساعتها، هاو الصفر، 1 2. هنايا، هنا إكس يأخذ القيم من 2 ويروح اليسار، هاي، هادي كامل. نسى هادي عبر عليها بمجال، كيفاش نعبر عليها أنا بمجال؟ تسمى هذا بكل ما كانش، تبع الإتجاه برك ما كان والو. دير القيم من 2 وروح منا هاك نحو اليسار، تسمى هاديك فاش تعبر عليها بمجال تقولي إكس تنتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية. ناقص ما يا جماعة كملاحظة أو ديما المجال عندها يكون مفتوح، يعني العريضة تجي لبرا فاصلة منقطة. هنا عندي 2 مغلق، على حتى مغلق المجال، مغلق تسمى غارقة على الرقم. هنا باسكو قلتلي تساوي، تسمى إكس يقدر يأخذ ما من قيمة تاع 2، يقدر يدير قيمة تاع 2. كون تنحي المساواة العريضة هنا تولي نحو الخارج، تسمى تولي لبرا. هذه هي، هذا كمثال أول. سي بون، فهمنا واش قلت. هاي دوك جميع الحالات، كون نقولك إكس أقل تماما من 2، هنا حذفت 2، هاو المستقيم تاعك، هاكي نمثلو على مستقيم مدرج، إختلاف ما بين المثال الأول والثاني. هنا قال نديو من 2 ونهبطو، هاي 2 بصح محذوفة 2. اثنين تسمى ما تنساميش المجال، تسمى المجال تاعي هو هذا، ناقص ما هي 2، هذا بكل ما كانش، بما فيها 2 ثاني ما كانش. إذا هنا كيفاه نعبرو؟ نقول إكس ينتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية 2، بصح العريضة مش في جهة 2، ماهيش غارقة على 2، مش غارقة على 2، سي بون، أنا فهمنا هنا. هاي زدنا الحالات اللي بقاو، كون نقولك دوكا العكس، إكس أكبر يساوي 2، إكس أكبر يساوي 2، نفس الشيء. نمثلوها على مستقيم عددي، ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. دونك الإكس هنا تدي القيم من 2 ونروحو لليمين، 2 مثلا هاو الصفر تاعي ولا هنا، هاي 1 هاي 2، أها هاي 2 تاعك، 2 ونروحو نحو اليمين، ها تسمى 2 ماذا زائد ما لا نهاية، هذا بكل ما كانش، اللي على اليسار بكل ما كانش، تسمى إكس ينتمي إلى المجال مغلق، على حتى مغلق ومنها كاتب لي تساوي، تسمى 2 ثاني نديوها. 2 زائد ما لا نهاية، سي بون، أوكي. ها المثال الأخير، إكس أكبر تماما من 2، ها كي نجيو نمثلوها، ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، دوكا 2 ما تنساميش المجال تاعي، تسمى 2 هكا عارضة مفتوحة، وراح حتى زائد ما لا نهاية، هذه القيم كل محذوفة، نعبر عليها إكس ينتمي إلى مجال مفتوح 2 فاصلة منقوطة زائد ما لا نهاية. سي بون، صحيح، هذا فاهمين طريقة رابعة. نعطيك حالات أخرى، كون يقول لك عين قيم إكس، ها عبر بمجال عما يلي، عما يلي، هاي، هاي نديو بالحالة، كون نقول لك إكس محصورة ما بين 2 ما بين 3. هذه يا جماعة سهلة، هذه هضرنا عليها في الحصر، ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، ها الصفر تاعك، ها 1 2 وهاي 3. دوكا الإكس تاعنا يدي القيم من 2 ل3، 2 3 تسمى مغلق على الجهتين، ها منها تا كاتب لي تساوي تساوي، كي تعود هنا جماعة كاينة تساوي تسمى المجال واش معناتو مغلق، كي تعود ما كانش تسمى مفتوح، هذا ما كان، تسمى كيفاه نعبر عليها بمجال تقول لي هكا. إكس هذه نعبر عليها بمجال إكس ينتمي إلى المجال مغلق 2 ماذا؟ 3، 2 3. هاي الحالات الأخرى يا جماعة بلا ما نرسمو، إذا حبيتو نرسمو ما كانش مشكل. هاي
كنقول لك اكس هاي نحيد مساوية 8 2 وهنا خليها ما هو الاختلاف هو الاختلاف بلا ما نرسمو دوكا يسهلت طيب واش نقول هنا اكس وين ينسمي ينسمي المجال عندي 2 3 هاي كي تلقى المساواة واش معناتها مغلق مغلق جهة 3 كي تلقى ما تلقاش مساواة واش نقول مفتوح العريضة تسمى تجي في الخارج متجهة نحو الخارج هكا هذا واش نقولوا عليه مغلق مغلق وهذا واش نقولوا عليه هنا مفتوح مفتوح صاي سي بون هاي كون نحيو المساواة منهم في زوج واش نقول اكس محصورة ما بين 2 ما بين 3 كون نعبر عليها بمجال هذه تقول اكس ينتمي الى المجال 2 3 مفتوح الجهتين اكس ينتمي الى المجال 2 3 مفتوح الجهتين سي بون ومازال شي حاجه ما هضرناش عليها الفونت عند المساواة هنا كاين وهنا ما كانش هاي زيدها حنا هضرنا هضرنا عندنا اكس محصور ما بين 2 وما بين 3 ها واش نكتب هنا هنا نكتب واش نقول اكس ينتمي المجال مغلق 2 3 مفتوح جهه 3 مغلق جهه 2 باسكو انا عندي مساواة جهه 2 على هذه غلقت هنا ما عنديش مساواة على هذه هنا فتحت سالو نورمالمون باللي قرا باللي ما قراش لكن بكل فاهمين دابا كان حتى سؤال اوكي هاي نزيدو دوكا نروحو نتعرفو على التقاطع والاتحاد التقاطع والاتحاد تقاطع واتحاد مجالين مجالين اي وي جي مثلا هاي شوف معايا مثلا ناخذ المثال الاول ركز اي ماذا يساوي ناقص ما لا نهايه ناقص ما لا نهاية مثلا 4 هاك و جي واش يساوي يساوي صفر زائد ما لا نهاية السؤال عين عين اي تقاطع جي ثم اي اتحاد جي هاي قبل ما نبداو نهضرو تقاطع جماعة تقاطع الرمز تاعو وشابو هذا نقولو له تقاطع هاكا ها تذكر ها تقاطع ها نرمزولو رمز تاعو كيجي شابو والاتحاد الاتحاد رمز تاعو يجي اي اي تقاطع ماذا يمثل مثل العناصر المشتركة ها العناصر المشتركة بين المجالين هذا يمثلنا العناصر المشتركة المشتركة بين المجالين الاتحاد هو بمثابة مجموع مجموع مجالين نجمع مجالين بصح ما نقدروش نقولوا مجال زائد مجال نعبروا عليها باب اتحاد هنايا نخسر في كلمة المجموع خلاص اجمع المجالين خلاص باختصار شديد صح شوف احسن طريقة احسن طريقة باش تفهم التقاطع الاتحاد تقاطع يا جماعة شوف مثلا هذا هو المجال اي هاي ناقص ما لا نهاية وها هي 4 هذا كيتقاطع نتا مع صفر زائد ما لا نهاية صفر نتا قلت هنا 4 تسمى صفر يجي هنا هاك هاك احسن طريقة واش تقول في التقاطع التقاطع هو بلاصة عندي خط اسود وخط احمر ها التقاطع تاعك والاتحاد الاتحاد هنا كيعود عندك تداخل في المجالات هنايا دي اصغر رقم كيتجمع المجالين دي اصغر رقم مع اكبر رقم تسمى تقدر تجمعهم تقدر تجمعهم تقدر تقول بداية نهاية انتهى هذا المثال الأول هذا المثال الأول نعطيك حالة ثانية حالة ثانية ما تسمى تمثالكمش وفي حالة ما إذا يكونوا المجالات هك هك بعاد على بعضها تسمى هنا شغل يا جماعة الطريق مقطوع هنا هكا الطريق مقطوع تقول المجال هذا قاطع المجال هذا اللي بالأحمر هل يوجد خط مشترك قبل كان هكا قلنا كاين خط مشترك دركا ما كانش ما كانش واش معناتها التقاطع ماشي مثل مجموعة خالية وزيد وكون نقولوا الاتحاد هل يمكن جمع المجالين ما تقدرش تجمعهم على لأن الطريق واش به مقطوع ما كانش تداخل في المجالات ما تقدرش تقول بداية نهاية هذا ما كان هذا ما كان فنصحها طيب جاوبنا على هذا مش نقول هنا عندي هي تقاطع جي هنايا يجب تمثيل المجالين لازم تمثل هاي نمثلهم على مستقيم عددي عندي ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية شوف معايا المجال صفر زائد ما لا نهاية ها
صفر زائد ما لا نهاية. اها زيد والمجال ناقص ما لا نهاية 4 ناقص ما لا نهاية 4 ها بلون آخر ناقص ما لا نهاية 4 هيا شفتوا وين بلاصة وين بلاصة عندك لونين لون أحمر ولون أزرق اللون الأسود ما كان مديرش عليه هذاك هو تاع آر تاع المستقيم كامل وين بلاصة عندي لونين عندي لونين هنا تسمى هنا التقاطع ها هنا التقاطع هنا التقاطع إذن هنا واش نكتب أنا على الورقة قال إي تقاطع جي ماذا يساوي عوض لي كل ما جا بما يساوي نقص ما لا نهاية ماذا أربعة نقاطعه مع صفر زائد ما لا نهاية وعطيني النتيجة من الرسم بمعنى واش تساوي لنا واش تساوي لنا ها صفر أربعة إذن إي تقاطع جي واش يساوي لي صفر أربعة هذا هو المجال المشترك ها العلاصة المشتركة سي بون كي نقول إي اتحاد جي إي اتحاد جي ماذا تساوي ناقص ما لا نهاية ماذا أربعة نزيدو لها صفر زائد ما لا نهاية صفر زائد ما لا نهاية النتيجة ماذا تساوي واش تساوي لنا أصغر رقم ما هو أصغر رقم هنا هو ناقص ما لا نهاية ما هو أكبر رقم هو زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية بصح مش ديما كجمع كيعودوا المجالات يتلاقاو يعني كاين تداخل في المجالات تقدر تجمع المجالين هكا تسمى الطريق مش مقطوع تسمى تقدر هكا تمشي على الطريق كامل هكا تقدر تمشي على الطريق كامل بصح كيعودوا عندك تقطع في المجالات ما تقدرش تجمعهم كيما نقولوا جمع في مجموعة الأعداد عندي كتجمع عد أصم مثلا جدر ثلاثة كنت تحب تجمعو مع أربعة ما يتجمعوش هكا تالي المجالات هكا حكاية المجالات مش ديما يتجمعو هنا يكون جمع 3 مع 4 7 هذا هو لو كاطع تاعنا حنا قدرنا نجمعو بصح كي يعود جدر 3 مع زائد 4 ما يتجمعوش ما يتجمعوش ما عندك ما غادي لهم خلاص هذا ما كان سي بون هذا المثال الاولى هذا المثال الاول المثال الثاني دوك انا ندير لك مثال وين المجالات ماهمش متداخلين ما كانش يعني عناصر مشتركه ما كان ما تحفظليش مثال ثاني كون نقول لك اي ماذا تساوي ناقص ما لا نهايه صفر جي واش تساوي اربعه زائد ما لا نهايه ها نفس السؤال عين اي تقاطع جي ثم اي اتحاد جي ها بيان شوف لهنا ها عندنا ناقص ما لا نهايه زائد ما لا نهايه ها ناقص ما لا نهايه صفر ها ناقص ما لا نهايه صفر ساك اوكي هذا قاطع مع 4 زائد ما لا نهايه 4 زائد ما لا نهايه اسكو هنا هل توجد عناصر مشتركه يعني هل اسكو كاين خط احمر وخط اسود هكا تحس بعضهم كيما هنا كيما هنا ما كانش سما الحاله هذه اللي كنت نهضر عليها ها هذا هو المجال اللي بالاحمر وهذا المجال اللي بالاسود بعد على بعضهم سما الطريق مقطوع ماشي هكا ما كانش خط مشترك سما الطريق هنا مقطوع مادام الطريق مقطوع تسمى لا يوجد تقاطع لا يوجد تقاطع اذا هنا واش نكتب اي تقاطع جي ماذا يساوي ناقص ما لا نهايه صفر نقاطعها مع 4 زائد ما لا نهايه النتيجه ماذا تساوي مجموعه خاليه صفر وشطبوا هك هذه واش نقولوا لها مجموعه خاليه خلاص هذا ما كان اي تقاطع جي ها النتيجه تاعك واش تساوي لي مجموعه خاليه داكور نزيد الاتحاد هل يمكن جمع المجالين ما تقدرش تجمعهم باسكو هنا الطريق مقطوع هاك ما مشيتش على المستقيم كامل باش تقول لي ناقص ما لا زائد ما لا نهايه ها وجوز هذاك ما مشيتش عليه خلاص داكور اذا هنا واش نكتب انا نكتب اي اتحاد جي ماذا تساوي ناقص ما لا نهايه صفر اتحاد 4 زائد ما لا نهايه وتخليها هكا هنا لا يمكن جمع المجالين ما تقدرش تجمعهم ما تقدرش تجمعهم لوجود تقطع وخلاص هذا ما كان نعطيك مثال ثالث مثال ثالث هكا باه تعلم مليح كثر من التمارين كثر من الامثله صح هايا نقول لك انا هنا الاي ماذا يساوي ناقص ما لا نهايه مع
ماذا؟ أربعة. والله عشرة على حبيس. عشرة. وجي وش تساوي؟ تساوي المجال اثنين ستسان. اثنين ستسان. نفس السؤال. عين اي تقاطع جي. عين اي تقاطع جي. ثم اي اتحاد جي. هاي. هيا كما هذه يا جماعة ها رسم لازمة رسمة لازمة الاي يجي مثلها مستقيم عددي عندي ناقص ما يزيد من هذه هيا عندنا المجال تاعنا 2 6 2 6 فرضا ها الصفر تاعنا ها هنا 2 6 ها 2 وروح حتى 6 ها بالتقريب 2 6 قال لك هذا قاطعه مع المجال ناقص ما لا نهاية 10 ناقص ما لا نهاية 10 رحت على 10 سي بون ها تقاطع اجمع هنا كاين وما كاينش كاين يعني المجال الاول هذا اللي بالاحمر ناقص 8 على 10 المجال الثاني 2 6 هو هذا الغطاء الاسود ها غطاء هكا تسمى كاين تقاطع كاين تقاطع تسمى الخط المشترك هنا ما بين 2 واش و 6 ما بين 2 و 6 سي بون واش نكتب هنا اي تقاطع جي ماذا تساوي عوض للمجالات تاعي ناقص من النهايه ماذا 10 قطعه مع 2 6 النتيجه ماذا تساوي 2 6 2 6 سي بون نروح اوكي كمل نقول لك اي اتحاد جي هل يمكن القول اصغر رقم اكبر رقم نعم نعم في المجالات ماشي في الرسم ما هو اصغر رقم هنا هو ناقص ما هو اكبر رقم هو 10 تسمى تقدر تقول اصغر رقم مع اكبر رقم ساعه التلاميذ يقول لك علاه حتى ما قلناش ناقص ما لا زائد ما لا نهايه علاه انت هنا كاين اكبر رقم ما هو اكبر رقم 10 ولا زائد ما لا نهايه كما تقصاش هنا زائد ما لا نهايه وين هي ما كانش اصغر رقم ناقص ما لا بصح اكبر رقم هنا واش هو هو 10 هو 10 هذا ما كان إذن هنا اي اتحاد جي ماذا تساوي تساوي ناقص ما لا نهايه ها 10 اتحاد 2 6 2 6 اذا النتيجه النتيجه واش تساوي بدايه نهايه بدايه نهايه ولا اصغر رقم اكبر رقم ناقص ما لا نهايه ها ماذا 10 ناقص ما لا نهايه ماذا 10 اوكي نعطيكم حالات خاصه تقدروا تلقاوها ثاني حالة خاصة ها ما هي حالة خاصة هنا كون قلت كما جماعة اي نقاطعها مع المجموعة الخالية ماذا تساوي اي تقاطع المجموعة الخالية واش تساوي المجموعة الخالية المجموعة الخالية وكون نقول لك اتحاد اتحاد جماعة قراو شغل زايد اتحاد المجموعة الخالية يعني مجال زيد له ما تزيد له والو يبقى هو بعد يبقى اي يبقى اي دونك هادي قول لنا كيف حطها حنا كيف حطها حنا في فروض اختبارات عطينا مثال عليها هاك حطها لك هذا شوف معايا عندنا ها مثال ثالث ركز معايا كون عندك تقاطع تاع ثلاث مجالات مثلا كون نقول لك اي ماذا يساوي ناقص ما لا نهاية ها صفر صفر ها نقاطعه مع واحد اثنين نزيدو نقاطعو تقاطع نزيدو نقاطعو راني نكتبها هنا برك مع ثلاثة زائد ما لا نهاية ها وكون نقول لك جي واش يساوي لي يساوي كيف كيف ناقص ما لا نهاية صفر تقاطع واحد اثنين نزيدو له دركا اتحاد اتحاد ثلاثة زائد ما لا نهاية ركز معايا دركا تعلم مليح صح طبعا نصبهم دركا انت يخدم خدم بالزوج دير التقاطع تاع هذا هذا مع هذا النتيجة قاطعها مع الثالث خدم بالزوج روح دير رسم لازم الرسم الحل ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية عندك ناقص ما هي صفر هاو صفر كون تقاطعو نتا مع واحد اثنين هذا اللي بالزرق ها
هيوش تساقاطع ما كانش اسمها هنا نرجعوش تساوي دي مجموعة خالية شوف معايا اي تساوي ناقص من النهاية ها صفر كي نقاطعوه تقاطع واحد اثنين تقاطع واحد اثنين نقاطعوه مع ثلاثة زائد ما لا نهاية تقاطع ثلاثة زائد ما لا نهاية تقاطع جمع هنا واش مدلنا مجموعة خالية ها هذا مدلنا مجموعة خالية هذا يساوي مجموعة خالية زيد قاطعها مع ثلاثة مع ثلاثة تقاطع مجموعة خالية مع ثلاثة زائد ما لا نهاية كيف قال سانسان بيت خي قلنا شغل هذا هو المجال تاعي اي تقاطع مع مجموعة خالية اي تقاطع مجموعة خالية شو يساوي مجموعة خالية و اي اتحاد مجموعة خالية يساوي الاي يساوي الاي انت اش فعل هذه المجال كيزيد له كيزيد له مجموعة خالية شغل ثلاثة وزدت له صفر يبقى ثلاثة هكاك في المجالات اي كيتزيد لها مجموعة خالية شغل لك ما زدت لها والو والاخرى هاي تخرج العكس وخلاص انت المهم اش فعل وحدة هنا يتساقط واش يمدلنا الناتجة واش تساوي المجموعة الخالية سي بون يعني الاي واش يساوي لي نتيجته بعد تبسيط تساوي مجموعة خالية وروح دير اتحاد ونقول لك جي واش يساوي لي ها ناقص ما لا نهاية ماذا صفر ها تقاطع واحد واحد اثنين الناتجة نزيدو لها دركا ثلاثة ثلاثة زايدة ما لا نهاية هذه قلنا قبيل هذه واش تساوي لي تساوي مجموعة خالية تساوي مجموعة خالية إذا تساوي لنا المجموعة الخالية زيد لها واش ثلاثة زائد ما لا نهاية سمك شغل ما زدت والو واش تساوي لي ثلاثة زائد ما لا نهاية سي بون صح نزيد في المثال الرابع مازلت ما ديتش كلش دونك زمان حتى الاخر مدلك كلش مثال رابع ها ايام ماذا يساوي مثلا نقص ما لا نهايه صفراء هنا صفر مفتوح هنا وجي وش يساوي لي صفر مفتوح زائد ما لا نهايه صفر مفتوح زائد ما لا نهايه وش نقول لك هنا عين اي تقاطع جي عين اي تقاطع جي ثم اي اتحاد جي نركز شوف هنا شوف معايا هنا توجد عناصر مشتركه العناصر المشتركه جمع هذيك هي التقاطع هنا كون جيت ترسمها كون جيت ترسم ها ناقص ما لا نهايه تاعك وها زائد ما لا نهايه هل الصفر ينتمي للمجال الاول ما ينتميش معناتها راهم شطبوه هكا الصفر ما ينتميش للمجال الاول ناقص ما نهايه الصفر ما ينتميش هل الصفر ينتمي للمجال الثاني الثاني ما ينتميش هل توجد عناصر مشتركة بين المجال الأول والمجال الثاني؟ لا توجد غير موجودة إذا في المثال هنا إي تقاطع جي ماذا يساوي؟ ناقص ما لا نهاية صفر مفتوح نقاطعه مع صفر مفتوح زائد ما لا نهاية الناتجة إي تقاطع جي ماذا تساوي مجموعة خالية؟ نستقصي السؤال الثاني دركا هل يمكن جمع المجالين؟ هل يمكن القول ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية؟ هل الطريق مقطوعة واش مقطوعة؟ مقطوعة الطريق شوف معايا هنا هنا ما تقدرش تعدي شوف معايا ها ناقص ما لا نهاية صفر هنا الطريق مقطوع من الصفر قبيل انا مسلسلكم هكا هذا بعيد على هذا تسمى كاين مجال محذوف هنا كاين رقم محذوف تسمى راح يكونوا كقراب لبعضهم مي الطريق مقطوعة تسمى ما تقدرش تقول لي بداية نهاية لا اصغر رقم اكبر رقم تسمى المجالات هنا ما تقدرش تجمعهم واش نقول لك انا هنا اي اتحاد جي تساوي ناقص ما لا نهايه ماذا صفر اتحاد صفر زائد ما لا نهايه هذا المجال هذا غير قابل للتبسيط ما تقدرش تجمع ما تقدرش تجمع ركز راهم جايين لك لي بياج تبع معايا نعطيك مثال خامس راك مازلت ما ديتش كلش ركز مثال خامس راني قلت لك تكثر من الامثله تتعلم وتفهم وما تقدرش تطيح لي فيها خلاص سي بون هاي حداريه حداري كون نقول لك مثلا اي او شو يساوي لي يساوي مثلا ناقص ما لا نهايه ها ثلاثه هنا مغلق والجي مثلا ثلاثه مفتوح جي يساوي ثلاثه مفتوح رحت زائد ما لا نهايه هاي
عين اي اي تقاطع جي ثم اي اتحاد جي اتحاد جي هاس ولا شوف لهنا شوف ثلاثة تنتمي المجال وما تنتميش المجال تسمى تقاطع في رايك اعطيني رايك هل تقاطع هنا يساوي ثلاثة يعني هل ثلاثة عنصر مشترك في المجالين الجواب لا الجواب لا حذاريا هنايا للفهم الجيد كفهم جيد كفهم جيد هنا مجموعة هنا مثلا المجال اي مثال برك مثال هنايا المجال هذا اي فيه نقاط هكا فيه نقاط تلقى مثلا صفر تلقى واحد تلقى اثنين وتلقى من بعد واش ثلاثة تلقى ثلاثة بالنسبة للمجال جي المجال جي وما كانش فيه ثلاثة ما كانش شوف معايا هنا المجال جي يبدا مثلا من أربعة أربعة مثال برك أربعة خمسة إلى آخره حتى توصل زي ما لا نهاية هل يوجد عنصر مشترك بين المجالين لا يوجد هنا هنا لا يوجد عنصر مشترك بين المجالين بين المجالين هنا مادام ما كانش عنصر مشترك بين المجالين التقاطع تاعنا جماعة اي تقاطع جي وش يساوي ناقص ما لا نهاية ماذا ثلاثة كي نقاطعوها مع ثلاثة مفتوح زائد ما لا نهاية ماذا تساوي تساوي مجموعة خالية لعدم وجود عنصر مشترك هنا كون مثلا نجمع كون جيت غير قعدت ثلاثة كون جيت غير ثلاثة تولي ثلاثة كاينة هنا وكاينة هنا كي تعود كاينة هنا وكاينة هنا واش اللي نقول نقول هنا التقاطع يساوي العنصر ثلاثة غادي دوك نزيد لك المثال هذا روح زيد هضرنا على الاتحاد هل يمكن جمع المجالات اي اتحاد جي شوف معايا دوك انت كي تشوف الارقام هذه اسكو هضرتي على الاعداد مثلا الحقيقيه بكل هي هضرت عليها بكل لشي ثلاثه كاينه هنا على شرط تكون معاوده هنا مش شرط تسمى هنا هضرت على الاعداد من ناقص ما يحتل ثلاثه هنا كملت الاعداد من واش من اربعه وروح من اربعه وروح يعني كي نقول لك من ثلاثه مفتوح وروح مثلا بركه من اربعه من 3.1 3.2 الى اخره هذا مثال فقط سماك هضرت على مجموعه الاعداد الحقيقيه كامل هل يمكن جمع المجالات هنا نعم يعني في الاتحاد جمع المعلومه اللي حاب نوصل لك مش شرط ثلاثه تكون معاده هنا وهنا المهم تكون مذكوره في مجال المجال الاخر اذا مش مذكوره تقدر تكون المجالات تاعك تقدر تجمعهم سما بمعنى ناقص ما لا نهايه ماذا ثلاثه كي نزيدوا لها ثلاثة مفتوح زائد ما لا نهاية النتيجة يمكن القول أصغر رقم مع أكبر رقم ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية نعطيك مثال باش تزيد تفهم هذا مليح شوف كنا نقول المجالات عندك ثلاثة باش تشوف الرسم برك راح يتبدل مركزة مثال ساز ركز معايا مليح كون نقول لك إي ماذا تساوي ناقص ما لا نهاية ثلاثة وجي تساوي ثلاثة مغلقة زائد ما لا نهاية الاختلاف ما بين المثال هذا والمثال هذا هنا ثلاثة جامعة وعنصر مشترك ثلاثة كاينة هنا وكاينة هنا على بالك هذه ما تفهمها وتعود ما تخلطهاش مع هذه هنايا أحسن طريقة للشرح هي هذه هكا شوف معايا تسمى ثلاثة جامعة أي تنتمي للأول وتنتمي للثاني شغل هذا هو المجال إي وهذا هو المجال جي هنا كما هضرنا قبل المجال تاعنا اي واش هو عندي ناقص ما لا نهايه وروح حتى ثلاثة عندي واحد اثنين هاي ثلاثة والمجال جي يبدا من ثلاثة مغلق من ثلاثة وروح عندي هنا أربعة عندي خمسة ويروح حتى زيد ما لا نهايه سي بون دونك انت هل يوجد عنصر مشترك هنا نعم لاحظ هنا ها يوجد عنصر مشترك هو واش هو ثلاثة ملل التقاطع عندي قبيل الدوائر ماهمش متداخلين في بعضهم هنا مشتركين في عنصر إذن هنا واش نكتب هنا يوجد تقاطع إذن هنا واش ما يمكن قوله اي تقاطع جي ماذا يساوي ناقص ما لا نهاية ثلاثة مغلقة نقاطعها مع ثلاثة زائد ما لا نهاية ماذا نجد العنصر ثلاثة العنصر جماعة نقطعوا عليه بحاضنة مش مجال كي تثبت المجال خاطئة اي تقاطع جي يساوي العنصر ثلاثة بالنسبة للاتحاد انا قلت لكم مش شرط تكون ثلاثة مذكورة هنا ومذكورة هنا باش نقدر نجمع المجالات المهم تكون مذكورة على الأقل في المجال تسمى انا هضرت على مجموعة الأعداد الحقيقية كامل إذا هنا واش نكتب اي
إتي هاد جي مادا تساوي ناقص ما لا نهاية 3 مغلق إتي هاد مادا 3 زائد ما لا نهاية النتيجة مادا تساوي ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية سما درك تثبت المعلومات هنا كيعود المجال مفتوح شوف معايا كيعود هنا مجال مفتوح وهنا مغلق التقاطع أو ما كانش علاه ما كانش عناصر مشتركة ثلاثة تنتمي لواحد وما تنتميش للثانية كاع تشوف بعينك مش قاعد نقول لك احفظ لي ما تحفظليش هنا مادام ما كانش مادام الدائرة مبعاد على بعضها ما كانش عنصر مشترك ما مش داخلين في بعضها ما تقوليش التقاطع يساوي ثلاثة ما يساويش ثلاثة ثلاثة تنتمي هنا بصح هنا ما كانش تسمى التقاطع مجموع آخر يا صاي هادي وصلت الاتحاد يا جماعة علاه شرط نكرر لك أنا نقول لك ثلاثة كاينة هنا وكاينة هنا بس تقدر تلم المجالات ماشي شرط ماشي شرط المهم تكون مذكورة على الأقل في دائرة تقدر تلم المجالات تقدر تقول بداية نهاية سي بون هذا المكان هنايا علاه تبدلت الخدمة باسكو غلق سلع المجال هنا جهة ثلاثة راني غالق وهنا ثاني راني غالق تسمى كاين عنصر مشترك وكاع تشوف بعينك ما تحفظليش هنايا هل يمكن تجمع المجالس بيان سير تقدر تجمع المجالس هنايا علاه باسكو هنايا او كاين تداخل في المجالس هنايا ثلاثة مكررة مش مكررة المهم تكون تنتمي المجال سي بون تسمى تقدر تقول بداية نهاية سي بون هذا المكان هنا الأربع مجموعة اللي مديت لكم كلش بقى غير الصعوبة نخليه منه مجتمع الاختبار فيما يخص التقاطع والاتحاد تبت المعلومات نلتقي الحصة القادمة في أمل الله السلام عليكم ورحمة الله